لا لا لا، البلد اتغيرت خالص. مش هادي بلد اللي سبتها من 20 سنة، لا. الناس ما بقاش فيها خير، الزحمة والدوشة، لا لا اتغيرت خالص. يا عزيزي يا عزيزي، هناك في نظام، هناك في سيستم، 1+1=2، هنا 1+1=4. الكلام ده ما ينفعنيش. انا هو بقول لك، لو جات لك فرصة طير اعمل زي، اطلع هناك سنة ولا سنتين، ارجع معاك قرشين عيش بيهم هنا ملك. انا عملت كده، طلعت هناك سنة ولا سنتين، قعدت 20 سنة. المحفظة دي انا جايبها من هناك ب200 ريال، اي ما يعادل 1308 جنيه. النضارة دي انا جايبها من هنا ب300 جنيه، اي ما يعادل 46 ريال. معلش لازم احول عملة في اي تعامل. انا الحمد لله بفضل الله معايا موبايل تالت غير الموبايلين دول، بس محبش انزل بيه عشان حسن، انت عارف بقى البلد. انا الحمد لله بفضل الله كل لبسي براندات، جو كلت البلح اللي كنت عايش عليه هنا خلاص، جوتشي، اتش اند ام، زارا، والجزمه اللي انا سبتها وانا داخل بره دي، لا دي سالفها من زميلي في السكن عادي. احلف بالله اللي على الترابيزه ده برتقان، والله افتكرته في الاول يوسفي. بقول لك يا عم البلد دي ما بقاش فيها خير. ايه يا عم ماله مسخوط كده ليه؟ ده البرتقان هناك قد كده قد البطيخ. احلف بالله اللي هناك ده تفاح، ده التفاح هناك قد البطيخ. احلف بالله اللي هناك دي بطيخه، ده البطيخه هناك قد البطيخ. بقول لك البلد دي ما بقاش فيها خير. ايه يا عم الحمام ده؟ يا عم الحمام صغير قوي، ده انا وانا قاعد على القعده كنت هقع. لا لا البلد دي ما بقاش فيها خير خالص، ده القعده هناك قد البطيخه. بقول لك انا عايز قبل ما ارجع هناك اعدي على ميلا، زمايلي في السكن موصيني بشويه حاجات، عايزين لب وسوداني وحلويات شرقيه وادويه عشان الادويه هناك غاليه. مش بقول لك البلد دي ما بقاش فيها خير خالص؟ لا لا يا عم، كل الحاجات دي من ميلا. انا مش عامل 300 مشوار، انا هو مشوار واحد. فكرتني بموقف، في مره كنت خارج بعد الدوام بالسياره بتاعتي من الشركه، لسه خارج كده، قبضت عربيه واحد، عربيه بجيرو نظيفه قوي، قلت دي اكيد بتاعت مواطن مش وافد. نزلت اتهوشت معاه ولا همني، انا ما يهمنيش الكلام ده، انت مش مشتريني بفلوسك، لا انا جاي هنا بمجهودي. المهم نزل من السياره شاب نظيف قوي، لابس بدله وبتاع، عارفني وعارف اسمي وعارف كل معلومات عندي. انا قلت ده دجال ولا ايه؟ طلع الكفيل بتاعي بس من غير الدشداشه. يا اتهوشت معاه برضه ولا همني ولا حاجات دي تفرق لي خالص يا عم. ايه ده رقم دولي؟ اه طال عمرك، كيفك الغالي. خبر سيء، لا حول ولا قوه الا بالله. انا اتفنشت يا جماعه، كنسل بقى مشوار المقله.